نديها وقت؟ طب انا هعرف منين ندي الوقت؟ روحي على الضوء احسن. روح شويه الضوء. منى 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 الإنسان هو وجدان، والوجدان هذا ينمو من الطفولة إلى الموت، وهذا الوجدان كالشمع بالنسبة لشمعتي، كالزيت بالنسبة للفتيل، فلا يمكن فصل وجدان الإنسان عن إبداعه إذا كان صادقا. أنت عندما توقد شمعة فأنت تأكل من الشمع، فأنت تستهلك الشمعة، وبالتالي نفس الأمر ونفس الشيء بالنسبة لالتزام الكاتب، هو يعطيك من ذاته سواء كان عن وعي أو عن غير وعي. عصفور طلي من الشباك قال لي يا نونو خبيني عندك، خبيني دخلك يا نونو، خبيني عندك، خبيني دخلك يا نونو. قلت له لك خاف اطلع وشوف الشمس اللي رح تطلع، اطلع على الغابة وشاف امواج الحرية بتلمع. قلت له لا تخاف اطلع وشوف الشمس اللي رح تطلع. قلت له خايف من مين؟ قال لي من القافص هربان. قلت له ريشتك وين؟ قال لي فرفضها زمان. خبيني دخلك يا نونو، خبيني عندك، خبيني دخلك يا نونو. يوسف شيرين كان تعبان، يعني ما كان اولا في الفتره الاولانيه كان مهتم، كان مشغول جدا بالسينما طبعا. هو عمره ما كان عنده ارض او بيت، بس كان بيقول لي دايما عايز، لا عمره هو عايز، بس قال لي الارض دي مهمه، علاقتك بالارض والولاد علاقتهم بالارض دي حاجه مهمه، فاهمه؟ بس ان هو لا، هو ما كانش مهتم ان يبقى عنده ارض ولا اي حاجه، كانش مهتم ان يبقى عنده يمتلك اي حاجه. الفكره نفسها ان لا، فكره تجمع. الارض فكره الارض قال لي دي حاجه مهمه جدا. Thank you.
professionnel. Ici, c'est les cellules collectives. On nous mettait à 5 dans la journée. Et la nuit, à partir de 19h, on nous ramenait dans les cellules individuelles. D'accord. Je ne sais pas si vous avez gardé les numéros de cellules.